موجز الأخبار على الحياة فام. مستمعين الله فاضل، أسعد الله صباحكم على العرض الإخبارية. في إطار تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية وأحداث المشاريع الاستثمارية المشتركة بين وزارة النقل واللوجستيك ومجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، بيّن صابر بوغراء الرئيس التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي عن انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة، مؤكدا رغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات يربط بين ميناء مصراتة وميناء قصوى ميناء حلق الوادي، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وعبر السيد معز شقشوق من جانبه عن استعداد وزارة النقل واللوجستيك لتسهيل فتح هذا الخط بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصالح الديوان التونسية المعنية بحركة المسافرين. قامت فرق المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم بتأمين عمليات المراقبة الصحية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية من خلال التركيز على التثبت من مدى احترام شروط النظافة وقواعد حفظ الصحة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك بهذه المحلات. وقد تم إنجاز 11756 تفقدية صحية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية، نتج عنها رفع 1136 مخالفة صحية واقتراح غلق 29 محلا مخلا بشروط حفظ الصحة، إضافة إلى حجز 6.3 طن من المواد الغذائية. بتدخل من رئيس الحكومة تم توفير طائرة عسكرية مجهزة بالمعدات الصحية الضرورية والتي من المنتظر إقلاعها في اتجاه البنين لتأمين عودة السيد منصف خماخم رئيس النادي الرياضي الصفاقسي إلى تونس، نظرا إلى وضعيته الصحية التي تستوجب نقله على متن طائرة بمعدات طبية خاصة. وسيكون ضمن الرحلة الخاصة طاقم طبي مختص، وكذلك وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة السيدة سهام العيادي، وذلك بتكليف من رئيس الحكومة. قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس بيترو بروغل في لقاء جمعه برئيس الحكومة مساء أمس الجمعة بالقصبة أن الاتفاق المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولي وتونس سيفتح أفاقا جديدة مع المؤسسات المالية العالمية والمانحين الدوليين. وأكد بروغل أن ألمانيا ستواصل دعم الإصلاحات الاقتصادية ومساندة جهود الحكومة التونسية لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي عبر تمويل برامج التعاون الثنائي. وثمن السفير الألماني دور الكفاءات التونسية في ألمانيا وفي الخارج، ملاحظا أن وباء كورونا مكن من استغلال هذه القدرات في مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال، مما يجعل من تونس جسرا بين أفريقيا. نهاية العرض الإخباري، كان معكم حسن النبتي، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. موجز الأخبار على الحياة فام.